يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الدوائر الخمس، ومخرجنا صادنا والدكتور عبد الرزاق خوش صيده. أنا تليفوني مولع الإنارة فيه والدكتور عبد الرزاق قاعد يتكلم بالتليفون. حياكم الله مشاهدينا الكرام ويا هلا مرحبا فيكم، وإحنا سعداء بالتواصل دائما معاكم من خلال برنامج الدوائر الخمس. احنا مشاهدي الكرام نحاول قدر الاستطاعة من خلال هذا البرنامج يعني ذكر الميزات لكل مرشح في حظوظهم في قضية المنافسة في هذه الانتخابات أيضا، والأخبار العامة للدوائر الخمس. مشاهدي الكرام باسم اسمكم أرحب بأخوي العزيز الدكتور عبد الرزاق الشايجي، حياك الله دكتور. يا هلا ويا هلا مرحبا هلا فيك. يا هلا. اليوم غير اليوم شماغ دكتور أحمر. أنا اليوم يعني سخن للرعوة الخامسة قاعد نتهيئ أمسية. لا 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 هذه مغزى كبير، هذه مغزى كبير يا دكتور حبيبي. كلها نفس الشيء بس نبي الرابعة، نبي الرابعة حلقتين. الرابعة حلقتين ما في حلقة. إيش معنى؟ ما شاء الله. تقول إيش معنى؟ أقول لك إيش معنى؟ إيه إيش معنى بعرف. تفضل يلا قول. ها إيش معنى؟ قبل أن أقول شكو ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش معنى ها؟ طيب تفضل. شوف يا طويل العمر، تخيل في الرابعة، في الرابعة أيه. عندنا خمس حلقات في حلقة واحدة. إعلان النفير لحل معضلات الظفير، هذه قبيلة الظفير. أصدق الدلائل في مرشحي بني وائل، هذه حلقة ثانية. إزالة ستار القاتم لمعرفة مرشحي بني فرص فوز مرشح بني غانم، هاي بني غانم. تنبيه الساهر إلى فك رموز مرشحي حمران النواظر، هذه مطير. إبهاج النفس في لطافة مرشحي بني عبس، هذه الخامسة. نثر در النفيس لمعرفة حوسة مرشحي سنائيس، هذه السادسة. إرشاد أهل الزمان بحسم أصوات الأجمان، هي السابعة. إنزين يبين حلقتين بس، هذه أسماء مو ناقص اللي تقول حرب البسوس فيها. دكتور ترى انتخابات، احنا الحرب النفير والزفير بعد عمري بعد عمري ما ادري ايش داشين حرب بعد عمري دكتور. بعد عمري مولانا انتخابات مولانا يا دكتور عبد الرزاق مولانا. تفضل. اذا انت ما خص عن الصندوق شو الجديد فيه؟ شنو الجديد؟ نعم هذا الجديد. اوكي انا بي حلقتين بالرابعه. شكو ماكو احلى طيب الله. اول شيء اطيعون شكو ماكو ايوه الشطب. اول شيء شطب، لا شك الشطب موجود. يعني اليوم بتحساب تويتر في الداخلية 33 اسم قال يقول لك إيش وزير الداخلية استقبل رئيس لجنة وأعضاء لجنة طلبة الشطب، شطب 23 مرشح واستبعاد آخر. يعني اتكلم الآن على 34 مرشح واحد. الأسماء قاعدة تداول، يعني واضح أن إحنا عندنا في الحديث يقول لك هاي موضوع ليش عليه إمارة الوضع. مثلا يقول لك إيش مثل مشطوب الحوت ويا خرشيد، طب هذا ما لهم شيء. البنغالي الآن ما عنده حكم أول درجة ولا الثاني ولا الثالث، ما في حكم نهائي. نعم. فدائما اللي بيشوه الخصم الآخر يبدأ ينشر إشاعات، يبث الإشاعات. وهذا هي المادة 44 من قانون الانتخاب، تقرأ أربعة أي. تقول يجرم من أشاع أخبار زين تشوه سمعة المرشح. فالمادة 44 من قانون الانتخاب شطر أربعة تتكلم على هذه المادة، وتجرم من يشيع انتخاب أخبار تضر بسمعة مرشح. نعم. الشيء الثاني المهم ايه؟ وأنا اليوم اكتشفت سر خطير اللي هو لماذا كثرة المرشحين. قلت أنا أظن عشان إجازات من إجازات. البعض يقول كالآتي. شو يقول؟ يقول يا طويل العمر اليوم يقول العقيد صالح الشطي لبرلماني رئيس اللجنة سيقوم بإجراء قرعة لاختيار 4 أو 5 مناديب فقط داخل اللجنة، وسينوبون عن الآخرين الذين تقع عليهم القرعة. يعني معنى آخر الآن وين إشكالية الحين؟ خليني أقول مثلا الآن أي مرشح من أي مرشح بأي دائرة اختار أي مرشح الدائرة نقول اختار إيه؟ اما اختار ليش اختار ما تقول السؤال. حسين مزيد في الدائره مثلا الرابعه ثقله هو دائره 21 زين، يمكن يجيب شيوخ حسب الدائره لانه ياخذ ايضا من الوسطيه. نعم. خلنا نقول الان انا بضعف حسين مزيد انه يراقب الانتخابات مندوبه في هذه اللجنه اللي لا فيها ثقل اصوات. نعم. هتصير قرعه، قد مندوب حسين مزيد ما يكون في هذه القرعة الموجودة
يعني هاي ذكرني فيحط له واحد بديل. لا لا ما يحط بديل مثلا ينزل مرشح يكون ما ينزل مرشح ها. يعني دائره مثلا الثانيه يعني الثالثه شيء يصير الان يصير قرعه قد يكون مندوب حسين مزيد في في اللي بالشيوخ غير موجود زين بالتالي لن يراقب مراقبه كمندوب فعليه نعم. لاصوات مثلا اخذ مرشح لو على في الفرعيه الاجمان لو على متوزعين في اكثر من مناطق اقل منطقه هم لهم فيه تواجد مبارك كبير مرشح على ياب اعلى اصوات في فرعيه الاجمان في مبارك كبير لذلك لان كان فيها مندوب وين اشكاليه اللي احتمال طعن شوف مولانا الماده 27 من قانون الانتخاب شو يقول ان المندوب لا يقل يا طويل العمر عن 15 مرجح في اللجنه شوف الماده رقم 27 وتكون رئاسه ان بحيث لا يزيد عدد المندوبين على 15 مندوبا زين انا الان عندي في الدائره ما يقارب 83 مرشح اذا ما صار في تنسيق بين المرشحين وجود المناديب في توزيع كل مندوب او كل مرشح مندوبة على ثقله في اللجنه اتوقع هندش باشكال كبير يعني لا تزيد عن 15 مرشحا يعني هم ايش قالوا اذا عندك 80 مرشح انت لك حق تكون في اللجان على 15 زين الحين 15 هذه قسموا على ثلاثه قالوا خمس مناديب طيب شنو الحل الان في المدارس في مطاعم وفي مسارع زين يعني لازم تكون المساله يعني المرشحين ان يتدعون الان لاخذ موقف دستوري وقانوني من هذا الاجراء الصحيح على شنو ياخذون على شنو يعني يبون ممثل لكل مندوب لازم لازم واخلق بينهم التباعد صح بالضبط ايه يعني التباعد اذا داخل يعني احنا ما بندش الان اشكاليه تعال اطعن ومطعن انتخاب باطل وهذا يعني كان غنى عنها هذا اهم حدثين في الدائره بس في 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 البعض في نفس الموضوع دكتور عبد الرزاق يقول لك شو يسوي انزل لي مرشح ما له حظوظ في النجاح مرشح عادي مواطن عادي ما يبي ينزل ولا عنده كذا بحيث اني استفيد من مناديبه من مناديبه وهذا البعض يسوي هذه قلت لك الان هذه الاشكاليه اشكاليه انا قاعد افسر الان ليش الاعداد مرتفعه ذكورا واناثا نعم يعني احنا عندنا لحظه شويه وين الدائره هذه الدائره الثالثه تعال وين الدائره الثالثه كاهي الدائره الثالثه مرشحين 85 74 ذكور و11 اناث فانا قاعد افكر يعني هل الاجازات هذيل هل كذا في ناس ما لهم ذكر يعني بس دائره نشطه الدائره الثالثه يعني في يا بعد عمري يا مولانا بكورونا المنطق يقول تقل الاعداد بكورونا هذا المنطق يقول يعني احنا نقول اللي قاعد يحفر من 2016 لا ربعنا يمشون عكس المنطق لا انا قاعد افسر الان يعني انا فعلا بستفيد من مناديب الاخرين اوكي هذا اهم شك ماكو انزين عنوان حلقتنا لهذه الليله اعلام الحائر بتكتيكات ثالثه الدوائر ايوه ليش اخترت هذا العنوان خوش كلام لان فعلا الدائره الثالثه تعتمد على التكتيك في جميع الاصعده سواء كان سنة شيعة سواء كان عوائل سواء كانوا قبائل سواء كانوا مستقلين فالتكتيك انت قاعد تكلم عن ناس مخضرمين بالانتخابات في الدائرة وناس معتقين اديتنا بتليفونك يا اسف دكتور يا ايه وناس اقول انا الهوى قول زين هذا سبب الاختيار لان فعلا دائره يشوف. يعني محيره يعني سمات الدائره يعني الدائره الثالثه فعلا ميزتها شنو سماتها اول شيء في اكذوبه اللي هي ان دائره الفكر هذه اكذوبه هذه ليش اكذوبه بعد ما صار صوت واحد اصبح من ينقل الاصوات يفوز من يشتري يفوز فلم تعد دائره فكر فهذه اكذوبه اطلقوها الناس صدقوها يمكن كانت في السابق قلت في السابق بعد إيه؟ صوت الواحد خلاص ما عاد هي دائرة فكر هذا واحد نعم. اثنين ميزتها ليس هي دائرة طائفية ولا قبلية ولا تيارية ما التيارات ممتاز أقول لك يعني إيه فيها ميزة هذه يعني أيضا لا تقل طرح الطائفي يعني الطرح الطائفي حتقول لي والله انتخابات تكميلية بين الخميس وبين هشام البغلي اللي صار لا يقاس احنا ما نبي نذكر قصص لا لا اللي صار لا يقاس لانها ظرف استثنائي كان في ذلك فيها الوقت. ميزه حلوه ايه؟ ان الجميع مثل فيها السني الشيعي الحضري القبلي التيار الرمز ايه؟ فهي للجميع شامله اللي بعدها ان دائما فيها مفاجاه بالصوت الاول اللي يفوز رقم واحد مفاجاه في
كل انتخابات الاول يتغير، يعني غير مكرر الانتخاب الاول. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال فيصل المسني في 2012 هو كان الاول، جاء علي العمير صار الاول في 2012-13، يا البابطين في 2016، يعني قاعد يتكلمون على عبد الكريم في 2020. أي. ايضا عندها ظاهره عجيبه انها تعاقب الوزراء، يعني ما في وزير صار وزير وزن الانتخابات وفاز، كانت الوزاره هي شؤم عليه. فهذا ايضا من مظاهر الدائره الثالثه. الشيء المهم ان تتقبل المرشح الجديد لاول مره ينزل، يعني مثلا الان صالح المولى نزل اول مره وفاز، اسيل، فيصل يحيى، البابطين، الفضاله، عمار، فارس العتيبي، عبد الكريم الكندري، شايع الشايع، فتتقبل الجدد. الجدد بالضبط. نعم. حتى لو كان خارج الدائره يرى بان قد تكون فرص حضور جيده. يعني مثلا المليفي طلع من الاولى ويا ثالثه وفاز. صحيح. عندك مثلا سعدون حماد، سعدون حماد من الخامسه يا وفاز، اسامه ناول الان كان نزل في الرابعه يا الاولى. عندك مثلا الفزيع كان بالاولى يا الرابعه. فكون دائره منفتحه فممكن الجميع يدش في هذه الدائره. ممتاز. التنافس فيها، خلينا نتكلم عن التنافس. التنافس فيها يعني ناخذ الشرائح اللي موجوده في البدايه. هذه الشرائح متى تبدا؟ نبدي في العوائل. العوائل. أوكي. الدائره الثالثه قاعد تتحول تلقائيا شيء فشيء إلى أن تصبح دائرة عائلية بالدرجة الأولى مع تيار سني وشيعي. نبدأ أول عائلة وهي عائلة فضالة، عائلة يعني معتقة وقديمة في الدائرة، ومثلها يوسف فضالة امتداد للوالد الله يحفظه في الدائرة، اعتقل عائلي، محافظ على المكونات كلها، طرحه كان ما عنده طرح طائفي أو طرح يعني يخالف ثواب الدين كلها. ف اللي حيفيد الفضالة ان سبع عوائل لم تترشح في 2020 2016 سيكون هو ايضا لا نصيب من هذا الامر، مع شيء بسيط عند تقاطع بسيط مع الفضل في بعض المرشحين، خلينا نقول تجاوزا الليبرال يتقاطع معاه فيهم. ولكن وضعه يعني استطاعت رأي كلها ما شاء الله هو متقدم بشكل جيد، يعني فما عنده مشكلة. البابطين عنده اشكالية من ناحيتين. الناحية الأولى كما قلنا في حلقة سابقة أن قدم نفسه كمعارض فالجميع العموم في 2016، اللي خرب عليه هو المشهد الأخير مع سجوبات خرب عليه، هذا أصبح له ارتدادات جانبية. أن يا واحد هو كان يعني مرشح الزبارة، يا واحد أول العجل الآن نزل في الدائرة أيضا مرشح الزبارة، فتقاطع معاه في هذا الإطار. التسريب اللي قاعد بيطلع منه من قواعده قاعد يروحون اتجاهين، يروحون الشباب اللي عندهم نفس المعارض قاعد يروحون حق مهلها للمضاف ومضاف، والناس اللي شباب عاديين قاعد وين يروحون؟ يروحون حق جراح الفوزان. فوهاب عندنا مهند الساير، مهند يتقاطع معاه في يعني اقول اللي عنده اتجاه معارض اقرب ماله مهلهل. مهلهل طرح الحين مهلهل، طرحه ما زال معارض، مهند ما هو طرحه ذاك المعارض اللي يجذب هذه الشريحة. زين. أتوقع أنا إذا بس مهند لا قبول في الدار. لا قبول. لا قبول شيء كبير يعني. الآن الحديث عن مهند إنه من ضمن الناشئين. بالضبط. نعم. أنا قاعد أتكلم الآن على التسريب وين قاعد يروح. أوكي. زين. فبالتالي لعبد الوهاب استطاع البابطين. الرأي للأسف قاعد يتأخر. بس البعض يعني يشوف إن عبد الوهاب البابطين كان أداء نوعا ما جيد يعني. مع لي خلاف أنا قاعد أقول لك إيه؟ يعني شلون مولانا رياض تأثر بالمشهد الأخير. زين. فإذا ما تدرك الأمر فسيتراجع تراجع فظيع في الانتخابات. مهلهل أيضا عائلة ما شاء الله يعني مهيمنة على الروضة، مرشح تكميدي ماذا اسمه يسمع، خطابة معارض متزن، لعله هو أكثر الشباب وضوحا في خطاب المعارض. كان لا هو كان رئيس حماية المال العام، شارك في اليونيفايتر، شارك في موضوع التأمينات، ولكن يتقاطع هو أيضا يتقاطع بشكل كبير مع البابطين، يعني المضاف ومخور البابطين يتقاطع مع الأصوات الشباب المعارض. بالتالي أنت قاعد تتكلم يعني على مرشح ما زال من 2016 والتكميلي ما زال موجود في المشهد السياسي أو الانتخابي. نعم.
بعد جراح الفوزان كما قلنا من زمان مرشح جديد يأخذ من العوائل والنجادة والعتبان والإسلاميين. اللي فاد الآن هو تسرب قواعد الشباب من البابطين إلى جراح الفوزان. نعم. بعد مهند زين شغال من 2016 بعد الانتخابات عندما جمع شبابية قوية عند بلوكات المحامين يتقاطع مع مبارك العروب في المطران اللي في المناطق الداخلية. إيه؟ يعني المطران اللي في خطان وخطان هم بيور حق مبارك العروب ويتقاطع معه في هذا الإطار ويتقاطع أيضا مع المرشحين في الجمع الشعبية يتقاطع مع مهلل يتقاطع مع جمعية المحامين. أنا عنده بلوكات محامين يعني. إيه؟ هو ريال نقابي سابق. إيه؟ ودخل على جمعات عنده جهد تواصل الشباب أنا أشوف فيه عليه بالضبط ودخل على جمعات تعاونية وعنده يعني نقابي محترف في الدائرة. صحيح. هاي الدوائر الصراع كلها قد يكون على 3 إلى 4 مقاعد في الدائرة. كل الأسماء اللي ذكرت. بلوك العوائل نقول. بلوك العوائل على 4 مقاعد. بالضبط. إنزين. خلاص. صراع الكنادرة والعتبان مثل ما. الكنادرة. 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 الكنادرة هم 2 يعني واحد أصبح. مو 3؟ لا. أنت تعلمني. تتكلم أنت بينافس. بس ينافس. هو في ثالث كندري. كم كندري نازل؟ تقول لي انت ماكو تقول لي ماكو وقت تقول لي 3 بعد. لا كم كندري نازل؟ 3 بس قلت معلومه دكتور. انا اسف مشاهد الكرام عشان قلت له انه في 3 مرشحين كنادره. يقول لي اختصر يعطيني بعد واحد ثالث. يلا يا مولانا يا مولانا يلا. طيب هم 2 لا تقدر تقول 3 واللي ينافسون 2. طب العوائل هذيل وايد في المانع وفي كذا كذا يعني. اوكي يلا زين يلا الكندري ترى سامحتك المره سامحتك. اسف. زين لا تعيدها لا تعيدها. حاضر. زين الكنادر هم 2 قوه يعني المشهد عبد الكريم الكندري وعبد الله الكندري. لا المشهد انه يصير ايصال 2 كنادره في الدائره الثالثه عزز قناعه الكنادره عددهم الكبير اللي في الدائره الاولى اكثر من الثالثه انه ممكن ايجاد 2 كنادره ايضا في الدائره الاولى وهذا يرفع حظوظ حمد روح الدين. الكنادرة الآن كالآتي الآن عبد الله الكندري عبد الكريم الكندري هو أصبح يعني فارس مجلس 2016 في المعارضة ما يتكلم إلا يعني كلامه قليل ولكن مؤثر وهو أكثر ما يتداول في الفيديوهات. محافظ على قواعده هو يتقاطع مع صقعبي في قواعد شباب الجامعة يتقاطع مع عبد الله الكندري في قطاع الكنادرة ولكن الإشكالية نفس الشيء ناجح عبد الغيره أيضا قد تؤثر عليه بالضبط. عبد الله الكندري هذا عنده ميزة أو ميزتين صح التعبير يسمونه في الدائرة عندنا راعي فزعة أي واحد يجي له يفزع له. أيضا هو خاض انتخابات مجلس بلدي إحنا الآن قاعد نعيش مشهد انتخابات بلدي اللي لا تعيش على الجو العام تعيش على التحضير هو عنده القدرة أن يحضر. نفس فكرة فدر الملا هو أمام تحدي فاز بالتكميلي جاب 6705 قسم على 3 عنده 2235 صوت يعني رقمه يأهله أنه ينجح ولكن عنده تحدي بالتقاطعات مع صعوبة بالإخوان وتحدي مع عبد الكريم في تقاطع مع الكنادرة فيعني وارد أن 2 يكونون بالدائرة وارد يعيدون المشهد بانتخابات عامة مو انتخابات تكميلية. العتبان وما أدراك ما العتبان. العتبان نتكلم على قطاع القبائل هم عبارة عن عتبان كقبيلة نتكلم عن 4 عتبان نتكلم على رشايدة 1 نتكلم على مطيري 1 هذا القبائل في الدائرة. العرو قلنا هو مثل قبيلة مطير بالدائرة تقريبا 3000 صوت عند امتداد قبلي موجود في هلا في خطام موجود من 2003 في جنوب السرة ثقلة قاعد يمتد هو كان في خطام جنوب السرة انتقل إلى السرة الجابرية اليرموك قاعد يمتد يتمدد في الدائرة الثالثة. أسامة ناور هو الوحيد يمثل الرشايدة من سكان ولد الدائرة من سكان اليرموك من 25 سنة تصور الثانوية مخذة من السرة مال أسامة نشط إسلامي استغل السوشيال ميديا في تواجده بشكل يعني كبير فأتوقع يعني سيستفيد من أصوات المحافظين أصوات العوائل
الصوت الإسلامية. مثلا الآن الرفاعية صافين تقريبا له، لأن كان ولي يتقاطع معاه في الرفاعية فأصبحت صافية له. العتبان، أنت قاعد تتكلم على واحد خارج إطار، خارج إطار المناقشة اللي هو الحوت. الحوت حوت، حوت في المعاملات ناجح ماشي، حوت في النقل، حوت بالحفاظ على قواعده. فما في خلاف انك ان الريال، ان الريال تدش معه بنقاش. هذا حوت حوت يعني خالص خالص ما تناقش فيه اصلا. تجي عاد الان الاشكاليه وين تدش على على فارس العتيبي وعلى الجبري. هني التقاطع بينهم. يعني الجبري يعتمد على ثقله القبيله، دعم العثمان له في الدائرة، يعتبر كونه وزير سابق، فأيضا منافس قوي في الدائرة. فارس العتيبي ميزته نائب سابق، وهذا الشخص سبحان الله يعني أنا الوحيد إن رحت خيطان ما أروح إلا دوين فارس العتيبي، لأن الشخص صراحة تحبه نفسك أنت. الله يسلمك. حبيب وطيب يستاهل وما يرد الجميع. يستاهل. زين يستاهل. فوشغال الان هو على المناطق خارج اطار زين. بس بس عشان تروح لديوانيته يعني يعتبر ناجح؟ لا والله ما لا لا الوحيد الوحيد امر امر شوف امر ديوان على اليسار ونعم ونعم شو اسمه فارس ونعم. وعلى اليمين ديوان فيصل المسلم الله يذكره بالخير. نعم غير ما اعرف خطأنا لها دويتين. نعم اوكي خلاص نعم. العتبان خلاص العتبان. وين تبي نروح للحركه الدستوريه حديث الاسلاميون؟ طيب الحركه الدستوريه اول شيء لاول مره في استطلاعات الراي مرشحين الحركه الدستوريه اللي هم الصقعبي بالثالثه، حمد مطر بالثانيه، اسامه الشين في الاولى، متصدرين استطلاعات الراي يعني دائما مو من 10 الاوائل، من 5 الاوائل. مثلا اسامه بالثالث، حمد الثاني، الصقعبي اليوم استطلاع الجاسم طلع الثاني. فمتقدم حمد المطر الثاني في الثاني، الثاني في قياس عند الثاني حمد، أسامة الثالث، الصقعبي اليوم الثاني في استطلاعات الرأي. في أول مرة يعني هذا يعطيك إيش إن الصقعبي نجح في لملمة قواعد الإخوان. يعني اللي كان عنده إشكالية في انتخابات 2016 استطاع في جمعهم، عند ارتباط وثيق مع الجامعة، ما في انتخابية عنده شبابية حتى يوم سجل اللي معه كلهم شباب ترى، فعنده قاعدة شوية قوية. ما أظن عنده إشكال يعني إذا قلت وزع لي أصوات الحركة كنسبة أقول لك 100% صقعبي، 80% أسامة، 90% أسامة، 20% حمد مطر. فالمرة اختيارهم دقيق وفي اجماع على المرشحين. ما تقاطع مع عبد الكريم في قواعد ال زين ليش ما تحكي عن عبد الله فهاد العنزي مع هذا مع يسمونه الدكتور عبد الله الدلماني مع الرابعه مع الخامسه؟ اوكي زين. هذا تيار ايش؟ تيار حدث. أي. السلف ايضا طارحين حمد العبيد. حمد العبيد حظى باجماع الجمعيه العموميه مال منطقه 12 في الدائره الثالثه. زين استطاع نفس ما كان في إشكالية في قواعد الإخوان أو حدث في 2016، إشكالية في قواعد تجمع الإسلامي السلفي في 2016، استطاع حمد مطر أن يجمع الشاب حوله. فما عنده تسريب حمد العبيد، حمد العبيد ما عنده تسريب أنه يعاني من تجمع الإسلامي السلفي كمعانا في يعني إن كان للسلف نصيب في الانتخابات 2016 فهو حمد العبيد. بس السؤال يقول السلف عندهم مشكلة الآن في ظل وجود جراح الفوزان جايك، حمد العبيد جايك، وليد الغانم جايك، عمار العجمي جايك. تفضل. احنا نتكلم عن الشقين. يعني مرشح التجمع في 2016 كان عنده إشكالية في قواعده، مو إشكاليته في المرشحين اللي خارج التجمع. زين. الإشكالية الأولى حمد العبيد نجح في احتوائها، ودائما يعني انت لازم تفهم عقلية السلفيين الشباب، كل ما كان المرشح معهم بالدعوة ومعهم بالحركة والأنشطة الدعوية كل ما كان لصيق للشباب، بالتالي هو ألصق أن يكملون مع المسيرة في العمل السياسي. وليد الغانم يمتلك هذه المواصفات. جايك عن جايك أنا. إيه؟ زين. إيه يعني وليد نفس المواصفات اللي قاعد أكمل؟ تفضل. زين. لا تقاطعني. ما أقدر أقاطعك. ما أقدر أقاطعك. أنت رايح مشاكل. أنت رايح مشاكل. قول يلا تفضل. راحت الفكرة. زين. والله زين.
حمد العبيد. خلاص راحت الفكرة. راحت زين جدي عيل أنا نجحت بخطتي عيل. زين وليد الغانم. وليد الغانم إيه أنا قلت لحمد العبيد لأن وليد موجود أوكي. وليد 2016 نزل خارج إطار تجمع السلفي فكان مقابله كان عيل العمير. بس كان في عنده دعم شبابي. بالضبط. هو نجح في أخذ شباب نادي حياء التراثي في قرطبة كانوا معه. الحين هذا الشباب هما كون هذا معهم بالدعوة والنشيط معهم هو أقرب لهم من الآخرين. وليد الغانم مرشح جاب نزل الآخر 28 يوم وياب 1500 صوت فكان 1500 يعني فكان رقمه كان رهيب رقمه إن خلال أنت 28 يوم هذا الرقم رهيب. وريال شغال من 2016 بعد النتيجة الأخيرة. يتقاطعه أيضا مع الشباب مثلا يتقاطع مثلا مع العبيد في السلفيين يتقاطع مثلا مع جراح في قاعدة الشباب الإسلاميين في الدائرة. عمار العجمي نائب سابق وأيضا قلنا دائما من نزل تكميلي دائما يسمع في الدائرة والمكاين اللي عنده انتخابية شغالة ما عنده مشكلة. يعني خلنا نبتعد عن بلوك العائلي تداخل العائلي القوي مع يعني عائلة تداخل عائلي وايد كبير عائلي يعني قد يكون ثقل العائلي أقوى من ثقل القبلي في الدائرة ولكن إيش يعطي فرص عمار في أن يكون منافس قوي أو فايز إن كيفان دائما لها مقعد دائما تشوف أنت كل الانتخابات كلها لازم واحد كيفان مقعد أو مقعدين فالأوفر حظا في المحافظة على مقعد طبطبائي وعلى مقعد كيفان اللي هو عمار العجمي وبه ننتهي من الإسلاميين. الشيعة وين الشيعة؟ الشيعة يا طويل العمر يعني يعانون في الدائرة مثل ما يعانون في بقية الدوائر. وايد مرشحين نازلين أربعة إبراهيم دشتي وخليل أبل وعبد الواحد الخلفان وأيضا هشام الصالح. الحظوظ في الدائرة يعني ما يصير أحد يزم هذا ناجح ولا ساقط لأن تقريبا هم ماشيين في إطار المنافسة القوية. واحد عنده قوة واحد عنده ضعف ولكن في المجمل يعني خليل هو نائب سابق في الدائرة اللي الناس يعني ما بيندش في عملية النقل والأمور كلها يعني اللي يحكم على خليل هو أداء في مجلس 2016 وهذا يعود إيش للناخبين. هشام الصالح نفس الشيء يعني يوم نزل انتخابات 2016 جاب رقم كبير ناس كانت تعتقد بأن أداء يعني هشام البغلي ما عنده خطاب سياسي ولكن قد يكون هو أنسب خطاب سياسي فحصل الأرقام كلها ولكن في عندنا مشكلتين النزول متكرر الناس خاصة لمتى. الشيء الآخر بس يعني ينطبق عليه مثل ما ينطبق على الأخ عمار اللي هو الانتخابات التكميلية مستمر ممتاز وهذا شيء جيد هذه خوش شيء ولكن شو مشكلته؟ مشكلته دخول عبد الواحد الخلفان عليه يعني الخلفان انتقل كان بالأولى وبالثانية ويا الثالثة بس يختلفون شوف عبد الواحد الخلفان يأثر عليه في العرقيات اللي عنده ويأثر على خليل في قطاع التعليم كأنه هو كان عميد عبد الواحد الخلفان شلون حظوظه؟ نفس الشيء هو يعني هو ميزته هو ابن التنظيم يعني ومحبوب من الجميع عبد الواحد ايه ابو يوسف محبوب من الجميع نعم وهو ابن التنظيم هو مؤسس وبعد التجمع الرابع هو ابراهيم دشتي هذا شخص عجيب ماخذ زوجته سنيه في عند دشتي هي تقريبا اكبر عائله في الدائره الثالثه بعد الدشتيه في الدائره الاولى نشيط ريال وداش ديوان مدير مع ملتقى المنيس وعنده تواجد ما شاء الله في الدائرة ويلتقي في جميع شرائح الشيعة. احنا ذكرنا القبائل باقي مستقلين. المستقلين يعني اذا في واحد ناجح مستقلين فهو احمد الفضل. احمد الفضل ايه ناجح يعني من خمس الناجحين هذيل. شنو ميزته احمد اول شيء ميزته الاولى انه متوافق مع اطروحاته مع الليبرال هم يرون هو افضل من يمثلنا متوافق مع الشيعة يعني هو يتبنى مواقف وراء الشيعة أكثر من الشيعة خدمات زين عنده خطاب يمشي مع الشباب فما أظن عنده مشكلة مع تقاطع أيضا مع الفضالة وشيخ الجاسم في الدائرة نعم يعني ناجح أحمد هذا الوحيد وعنده ناجح
نعم. عندنا مستقلين صغار نتكلم احنا عن سمحان، سمحان ايضا مستقل من 4 ايام. عبد العزيز السمحان كان رئيس جمعيه حطين وكان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونيه في 2003 ثقله في حطين في 2013 تعال ستار سيتي فازوا 2004. انت صح مو 2002. لا قصدك اليونان. اليونان اليونان اي صحيح. خاض انتخابات 2013 وطلع 13 تصور. الله عاد كان غريب من النجاح. فحفظت 13 و13. اي غريب من النجاح. جمال العمر لا شك هذا عاد هذا ابو الانتخابات الصعب هذا معتق هذا. وعنده ميزه انه ياخذ من جميع شرح الدائره زي سنه شيعه حضر قبائل مختلف التيارات. نعم. وديوانه ما شاء الله يوم الثلاثاء يعني دائما تواجد فيه يوجب الناس وعنده تواصل اي وشغال من يا رجل هو طلع هو الفرق بينه وبين ال 46 صوت 38 صوت بينه وبين 46 38 قلت يعني 40 لا لان انا كنت وياه فكان ايه. في حديث لقائي كان وياه ايه. 46 صوت يعني. هو اعلم ايه. فكان هو 13 صوت يعني ايه. كان هو اقرب للنجاح. نعم. هذا عاب العلاقات وهذا يعني فعلا هذا سميه ذاك حوت هتسميه اخطبوط. نعم زين ومنافس قوي. اي ترجع للوزيرين السابقين يعقوب الصانع ورضوان رضوان نائب سابق وزير سابق خدمات هذا قعدته في كيفان وهذا قعدته في الروضه وبذلك نختم الحلقه ولكن يتبقى لنا النساء. نعم. انا النساء اليوم ما كان حاط بالي اتكلم عنهم ولكن يتني انا واتساب ما حصل رقمي انا واتساب من منو من منو ايه؟ ما ادري من منو ايه؟ زين شو يقول لك؟ يقول لي يا طويل العمر وين هذا ليش ما تتكلم عن النساء؟ لا يا ريت دز لي فيديوهين وين النساء راحوا هذيل؟ استغفر الله العظيم. زين دز لي فيديوهين الظاهر تبي لا لا يعني لا, 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 لا 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 والله خلاص انا 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 حافظهم. وين راحوا هذيل؟ مشكلة حافظهم انا. ايه دزني في الاوراق اللي باخر ما في ما في ضاع ضاع نصيبهم بالبيت الظاهر. اوكي حتى النساء يوم معي بعد. زين لانك ضد النساء لا حرام ضد النساء لا انا اليوم يعني فيديو ايه؟ زي او فيديوهين ايه؟ من اللجنه الاعلاميه المرشحه ابرار الصالح. ايه زين ام محمد ونحن سمعت الفيديوهين انا صراحه طرحها رائع. يعني قاعد تتبنى تستاهل اطروحات المعارضه يعني يقول انا معرفه الشامل انا مع التعديل او الغاء قانون الجرائم الالكترونيه مع المصالحه السياسيه مع القوانين الشعبيه التي لا تمس جيب المواطنين. سمعت خطابها في الفيديو يعني فعلا متمكن من الالقاء والاقناع. ترى هي محاميه واعلاميه ايضا يعني فانا ما اعرفها انا زين بس سبحان الله هذا انا رقمي انا والله بتعرف رقمي يعني تصدق يمكن 50 واحد قبل الحلقه 50 واحد ما ادري شلون ارقامي انا. ايضا شيخ الجاسم قلنا كورونا ما اسعفتها. نعم. وحاطه رؤيه جريئه من رؤية الجريئه سبحان الله صادني توجدني الرؤيه الجريئه يعني المراه دائما ايوه كحي المراه دائما لا تسال عن عمرها. زين حاطه 1/10/1971 يعني فعلا رؤيه جريئه. اشكاليه شيخه انه ما خدمها كورونا. عندها طرح ولكن انا اتمنى يعني طرحها هذا جريء بيت الناس تطلع فيديوهاتها اللي فيها كلام على النقاب وعلى الحجاب وعلى الدستور وعلى كذا فالناس دائما تتصيد للمرشح المنافس. والسلام وختام. شكرا لك. في شيء اخر شيء هذا كلها شوف هذا كلها طويل العمر شعارات مرشحين الدائره الثالثه ممتاز كلها لازم حلقه ثانيه بس حق الشعارات نتكلم فيه ان شاء الله. ولكن اللي اثار جدل بالشعارات هذا الشعار عطنا كاميرا هذا الشعار مال عبد الكريم الكندري ولو كنت وحدك. ايوه اقرا لي اياها ولو كنت وحدك بالضبط. نعم يعني اتوقع انا وهو ما يقول ما قال ولو كنت قاعد يقول ولو كنت فاتوقع هو الرجال قاعد يخاطب واضح نعم للعموم يخاطب الناخب. نعم اثنين هذه النقاط وهذه اللي هي الشخابيط هذه كلها انا اتوقع ان هناك كلام ناقص. يعني معاه ورقه وكاتب الشكل وفي شخابيط هنا اتوقع هذا الشعار يعني انا
جهود قليله في الاعلام، ولكن اتوقع هذا ناقص في رمزيه معينه وفي تكمله، في تكمله مع الشخابيط هاي كلها. وفكره مع الوقت راح يعني تم تكميل، ولكن في اشكاليه دائما انا انصح المرشحين ان لا ياتي بشعار لغز، يعني مثلا ذاك اللي نزل شعار لا تصوت لي استفز الناس بعدين. لا بالعكس، بس وضح 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 تعجبني وضح. تعجبني تعجبني إيه بالعكس يعني. انا اعتقد الشعارات اللي تلت كانت وايد زينه. ماشي ماشي كلامك جميل. ليش انا احط شعار ثم اضطر اوضحه ليش؟ وليش احط شعار استفزازي؟ هذا هني للفت الانتباه بس عموما. هذا مو استفزازي ولكن اثار، يعني انت لو بروحك يعني احنا ما سوينا شيء، فهم علي؟ يعني استفز النواب اللي مو فاهمين الشعار، يعني احنا ما سوينا شيء بس نسوي شيء وصار في جدل. فدائما انت ابتعد عن الشعار اللي يحتاج يثير جدل او يحتاج الى شرح. أنا شاكر لك دكتور عبد الرزاق حبيبي، يعطيك العافية. وباكر الدائرة الرابعة، أبي حلقتين ما أقدر. الدائرة الرابعة إنها ساخنة، ما أبي حلقتين ما أقدر. إذا يلك 50 تليفون الظاهر بيجيلك 100 تليفون. أنا بغير رقمي، أنا بغير رقمي الرابعة تصدق. بقول عطني رقمك عيل. لا 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 مشكور دكتور عبد الرزاق. مشاهد الكرام، لابد نشكر الدكتور عبد الرزاق الشايجي على يعني تحليله للدائرة الثالثة. باكر راح نكون وياكم في الدائرة الرابعة، وطبعا قال عناوين الدائرة الرابعة راح يكون ضيفي. عناوين الداخلية ما قلنا عناوين رئيسية. بعد احنا نطلب من المتابعين الاعزاء يدزون له اقتراحات لعنوان حلقة للدائرة الرابعة. تمام ان شاء الله باذن الله تعالى راح نكون في برنامج باب المجلس مع ضيفنا وضيفكم مرشح الدائرة الرابعة اخوي العزيز ابو سالم علي الدغباسي بعد هذا الفاصل.